السؤال 17 من مجموعة من أسئلة اختبار القدرات. إذا كان الجذر س ناقص 1 بيساوي 4، فأوجد قيمة س. مباشرة نتخلص من الجذر، القيمة العملية العكسية تربيع الطرفين، فنربع هنا تربيع، وأيضا ربع الطرف الثاني تربيع. التربيع بيروح مع الجذر، إذا س ناقص 1، تربيع الأربعة يعني 4 في 4 بيعطينا 16. نجمع 1 الطرفين 1 شطب، إذا س يساوي 17، إذا قيمة السين 17.